كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. هنعيش مع حضراتكم أجواء رمضانية مع نجوم وأساطير زملكاوية، ونسترجع معاهم الحكايات ونعرف منهم إيه اللي كان بيدور في الذكريات. وعشان كده خلوني أرحب بنجومنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده، كابتن وليد صلاح عبد اللطيف. كابتن وليد كل سنة وحضرتك طيب. حبيبي حازم، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم علينا وعلى الشعب المصري والعربي كله، وان شاء الله يبقى شهر كريم علينا باذن الله. كابتن طارق السيد كل سنه وحضرتك طيب ومشرفنا ومنورنا. حبيبي يا زوما، سعيد جدا انا معاك النهارده طبعا ومع النجوم، وكل سنه وانت طيب والشعب المصري بخير وجمهور الزمالك والزمالك دايما بخير ان شاء الله باذن الله. كابتن حسام عبد المنعم برحب بحضرتك مشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا حزوم، تسلم، وكل سنه وانت طيب وقناه الزمالك بخير وجمهور نادي الزمالك وشعب مصر الكريم بخير، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. في الحقيقه يا كابتن انا محظوظ النهارده ان انا موجود وسط اساطير ونجوم بقيمه كابتن وليد وكابتن طارق وكابتن حسام، فخلينا استرجع معاكم بقى ذكريات جيل الذهبي لنادي الزمالك ودوري 2003، وزي ما بيتقال دوري سيد عبد النعيم. ابتدي بيك يا كابتن وليد. لا هو طبعا حسام وطارق من الناس اللي هي فعلا اتقال عليها نجوم واساطير نادي الزمالك بامانه، لعيبه كبيره ولعيبه دوليه، وكان الموسم ده كمان كان مهم جدا، وكان يمكن حسام هو اللي جاب الجون في الاسماعيلي. صحيح. في الاستاد كابتن خالد الغندور رفع الكوره وكابتن حسام احرز الهدف بالظبط. فكان دوري صعب، وكان كنا مستنيين الاهلي في نفس الوقت بيلعب مع امبي، وكنا في الاستاد بقى ماسكين حتى اللقطه الشهيره اللي هي بتيجي بالراديو عبون سيف تامر فكان دوري صعب، وكنا ماشيين بشكل كويس، وكان الفرق كبير اعتقد للاهلي واحنا حصلناه، والحمد لله قدرنا ناخد الدوري ده، وكان دوري صعب جدا بصراحه. لكن الدوري ده مش موضوع سيد عبد النعيم، يعني هو دوري لنادي الزمالك، دوري جيل عظيم، خد 3 دوري ورا بعض، فده يعني يعتبر انجاز غير بطوله افريقيا والبطولات اللي احنا خدناها يعني. فالدوري ده من الدوري برضو من الدوريات المهمه جدا في تاريخنا يعني مع نادي الزمالك. كابتن طارق. لا هو موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معاني، لان يمكن نادي الزمالك في الفتره دي زي ما قال الكابتن وليد كنا احنا بعيد في بدايه الموسم بشكل كبير جدا عن المنافسه عن الدوري، كان فرق كبير جدا. انما كان في حاجه يمكن في ناس كتير جدا ما تعرفهاش عن الموضوع ده، واحنا الفرق ده كان طول الوقت الجهاز الفني وكان مدير كوره ساعتها ومدرب عام الكابتن احمد رمزي. كابتن احمد رمزي قال لكم الدوري زملكاوي طول الوقت، كان بيقول ان هناخد الدوري، ركزوا عشان الدوري ده هناخده، حتى والفرق كبير، حتى واخر ماتش عندنا ان احنا كنا بنستنى تعادل النادي الاهلي مش خسارته، على اساس ان احنا نعمل ماتش فاصل بيننا وبينهم ونلعب ماتش بيننا وبينهم على الحصول على الدوري. طبعا كان في توفيق كبير جدا لينا في ماتش الاسماعيلي، وحسام حاضر حرس احرز اغلى الاهداف لينا كلنا كجيل يعني، زائد كمان ان الحمد لله رب العالمين نادي انبي قدر يكسب النادي الاهلي في نتيجه يمكن كانت بالنسبه لنا هي الافضل، ان انت النادي الاهلي يخسر وانت تكسب وتحصل على الدوري وانت في الملعب. ويمكن الماتش ده بيذكرني بحاجه بجمهور نادي الزمالك اللي هو لازم ما ننساهوش ابدا. ليه؟ الماتش يعتبر بالنسبه لنا ماتش صعب جدا، والنادي الاهلي ممكن يكسب الناحيه الثانيه، وجمهور الزمالك في جمهور في المدرج بيشجعك وبيحفزك ان انت لازم تكسب، وده كانت من الحاجات الاستثنائيه اللي حصلت في تاريخنا. انما الجيل طبعا يمكن الحمد لله من افضل الاجيال اللي حصلت على بطولات في تاريخ النادي، ومن الاجيال اللي هي طول الوقت طول الوقت كان بيبقى عندنا امل وطموح ان احنا لازم نكسب دوري عام، لازم نكسب بطولات. ويمكن بيكفي ان الجيل ده من الاجيال اللي عملت 7 بطولات في موسم واحد، وده الاعظم في تاريخ الكوره. ما حصلش النادي في العالم ان هو حصل على 7 بطولات في تاريخ الكوره يعني، فالحمد لله رب العالمين يعني. كابتن حسام، الكوره من كابتن خالد الغندور
على راسك بالملي، توقع رائع منك بخروج صبحي، الكرة تيجي جون، نادي الزمالك يفوز بالدوري، هو يعتبر الأغلى أو من أغلى الدوريات في تاريخه. خلي بالك دي صدفة. بيقطع فيك يا كابتن، انا ماليش دعوه عشان هداف، هو عارف هو هداف في الحته ديت، هو طبعا عالمي. هو لك حسام كان ما شاء الله في الكور العاليه، كان ما شاء الله بجد الحمد لله. صحيح لله. هو تكملا للكباتن طبعا، يعني هي فعلا كان ليها ذكريات، وكان عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى ان في حاجه حلوه جايه، وكان دايما كابتن احمد رمزي ربنا يمسيه بالخير كان دايما يذكرنا بالحته دي، هناخد الدوري، وزي ما طارق قال يعني كنا فعلا الفرق كان بعيد، الا ان احنا برضو كان عندنا اصرار وعزيمه على ان احنا نكمل باقي البطولات ونحصد البطولات، وكان في توفيق كبير ربنا سبحانه وتعالى كان موفقهن ان احنا ناخد البطوله. ويعني عايز اقول لك ان هي كانت فرحه كبيره، يعني تفتكر لحد النهارده الذكرى بتتكرر، فمن احسن الدوريات اللي شفناها، لانه ادينا فيها انا بقول درس في الجيل ده او في الفتره ديت حتى للاجيال اللي موجوده، ان انت لحد اخر وقت انت بتلعب، ولحد اخر وقت لحد حتى الدوري دي كانت اخر مباراه في الدوري، فطبعا كان لها عوامل كبيره جدا بدعم جمهور ودعم الجهاز الفني واحنا كلاعيبه واصرارنا وعزيمتنا على المكسب، دي اللي خلت معانا فرق كبير جدا. كملنا باقي بطولات الاجيال اللي قبلينا اللي حصدوها الفريق اللي قبلينا والاجيال اللي قبلينا، احنا كملنا جيل تاني وخدنا فيه بطولات، وفي اجيال بعدينا كملت، فده تاريخ نادي الزمالك وده اسم كبير لنادي الزمالك وده الحمد لله. صحيح. احنا بنمشي يعني بنبقى فرحانين وفخورين بيه. يعني كابتن وليد لو هنتكلم على جيلكو فهو كل لاعب في هذا الجيل اسطوره ونجم بمعنى الكلمه. يعني بالطبع، لان انت خلي بالك لو جيت اتكلمت على الجيل بتاعنا احنا الحمد لله، يعني من 2000 خدنا 2 دوري، وبعد كده الاسماعيلي خد دوري، وبعدين احنا خدنا الثالث. ده ما كانتش حصلت من فتره كبيره قبل كده، وخدنا بطوله افريقيا غير كميه الكاسات اللي احنا خدناها. الفكره بقى ان الجيل ده لازم يتقدر، يعني يمكن انا كنت امبارح في قناه الزمالك وبتكلم في النقطه دي، الجيل بتاعنا يا كباتن بامانه يعني مش واخد حقه. حضرتك كنت مع كابتن ابو العلا، وكابتن ابو العلا برضو من هذا الجيل، من هذا الجيل بالظبط. صح. فاحنا يعني الجيل ده لازم ياخد حقه شويه، يعتبر اخر بطوله افريقيا احنا خدناها، احنا اللي خدناها. نعم صح ولا ايه؟ صح صح. وخدنا بطولات كتير، فلازم الجيل ده يتقدر كويس. تقديركم كبير قوي يا كابتن عندنا وعند كل جمهور نادي الزمالك وعند مجلس الاداره. انا بتكلم فاهم يا حازم طبعا، انا جمهور نادي الزمالك مقدرنا طبعا. صحيح. لكن انا بتكلم بوجه عام ان احنا عملنا للنادي كتير، او الجيل ده عمل للنادي كتير وخد بطولات كتيره، فلازم يتقدر. انا ما بتكلمش على فرد ولا اتنين او بقول انا بتكلم كجيل، اي حد من الجيل بتاعنا بامانه الواحد هيبقى فرحان، هيبقى فرحان ليه اللي هو هيشد بقية الجيل، ده الطبيعي، مش يبعد الجيل، مش يبعد الناس. فعايز اقول ان الجيل بتاعنا ده يشرف اي حد. صحيح. اي طبعا. حد طبعا الحمد لله بفضل الله بكمية البطولات وكمية ال 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 اقول لك كمية ايه تاني، يعني انجازات اللي احنا خدناها والكلام ده كله. تلحق انت على طول يا كابتن. لا طارق عشت عمر وليد. هقول لك على حاجة، وليد جالنا منتخب اولمبي وجالنا كان مكسر الدنيا في المنصوره، هو وتامر عبد الحميد وكان قبلهم الكابتن كمونه، وعمل تاريخ كبير جدا. وليد خد احسن لعيب في بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري سنه 2002، وده كان انجاز كبير جدا على نجوم كبار قوي موجودين، هشام بشروان ولاعيبه في الترجي ولاعيبه في الزمالك، حازم امام واسمه جمال حمزه وحسام حسن والاسماء الكبيره دي كلها. وليد خد في البطوله دي احسن لعيب في البطوله، ف عارف انت يعني في اسماء عملت تاريخ كبير جدا. هو بيتكلم على وليد على ايه؟ ان التقدير المعنوي للجيل داخل النادي هو مش شايفه، فعشان كده وليد بيمركز على الحته دي وبيتكلم فيها، لان ده حقه كوليد صلاح عبد اللطيف. جه النادي عمل تاريخ كبير قوي، وفي فتره حصل فيها على 16 15 بطوله محدش عملها. صحيح. بس يا كابتن طارق يعني نادي الزمالك دايما مفتوح قدام ابنائه، واحنا دايما بنتشرف بيكم. لا انا بتكلم مع طارق، انا بتكلم اي حد من الجيل، انا ما بتكلمش عليا انا شخصيا. صحيح. يا طارق يعني اي حد انا هبقى مبسوط له، احنا اخوات. لكن النقطه برضو ان برضو في ناس لازم تبقى موجوده، ده هي اللي عملت يعني تاريخ كبير في فتره معينه للنادي ايا كان مين.
بس الجيل نفسه اللي هو مثلا 20 اسم ولا 25 اسم مش موجودين اصلا. ده حتى يعني مثلا يعني طارق بيقول بس كابتن لو حضرتك هنتكلم عن الجيل يعني كابتن عبد المنصف كان موجود مدرب حراس مرمى في الزمالك، حضرتك موجود معانا في قناه الزمالك، كابتن حازم امام طبعا يعني يبقى انا بتكلم بايه؟ بتكلم بوجه عام. صحيح. ليه؟ طب حسام مثلا فين؟ مثلا لا في ناس كتير يعني انا عايز انا بقول كده ليه؟ مش بهدف شخصي، لا انا بتكلم بوجه عام. احقاقا للحق يا كابتن في اول ما مجلس الاداره تولى المهام قال احنا بنفتح ايدينا لاي حد من ابناء نادي الزمالك حابب ان هو يكون، بس برضه كانت مبادره رائعه في الحقيقه. انا ما بتكلمش كده عشان مجلس الاداره حاسس، فاهم قصدي حضرتك؟ لا انا بتكلم بوجه عام، الميديا مش في قناه الزمالك، الميديا عموما في مصر كلها. صحيح. احنا كل الجيل ده لعب منتخبات، طارق في منتخب مصر شوف كان بيعمل ايه في الكاميرون في الراجل سونج ده. ولا عايزين نعرف من كابتن طارق صحيح ايه حكايه الراديو اللي كان مع اوسي؟ طبعا بص يمكن احنا كنا يعني تاني كنا بنتمنى قبل الماتش ان النادي الاهلي يتعادل ونلعب ماتش فاصل. صحيح. وده كانت امنيه لان احنا كنا ليدنج على النادي الاهلي في الفتره دي، يعني قعدنا مثلا الخمس سنين من 99 لحد 2004 بالظبط احنا ليدنج على النادي الاهلي رايح جاي، هو ماتش واحد اللي خسرناه وكانت ليه ظروفه وكانت ليه مساوئه وليه عيوبه وكان ماتش مش هيتكرر تاني في التاريخ لان كانت ظروفه صعبه جدا وكان الراجل بدا ياخد ثقه في نفسه مستر اوتوفيستر ان هو يكسب اي حد في اي وقت وغير في الشكل وغير في طريقه اللعب وغير في الاداء وغير في الاسماء وغير في حاجات كتير جدا. فكنا بينا وبين نفسينا بنتمنى ان الماتش ده بتاع النادي الاهلي يطلع درو مع انبي ونلعبهم ماتش فاصل لان كان خلاص لو اتعادل النادي الاهلي واحنا كسبنا هيبقى في ماتش فاصل بيننا وبينهم. من بعد ما خلص الماتش بتاعنا وسامعين ان النادي الاهلي مغلوب 1-0 طبعا كله بقى قاعد منتظر واوس انا مش عارف جاب الراديو منين، انا مش يعني مش هو مدرجات يعني فقعدنا اوس يا كابتن تقريبا هو اللي بلغكم بالنادي الزمالك توج رسميا ببطوله الدوري. لا ده احنا هو اوس مسك الراديو وكل الفرقه واقفه مستنيه الماتش بتاعنا خلص الاول وبعد كده قعدنا شويه لما الماتش كان فاضل دقايق بسيطه بماتش الاهلي ويخلص يعني. حتى في لعيبه من الاسماعيلي كانت لعبت عندنا زي باسيوني زي عمرو فهيم زي الاسماء دي وقفوا عايزين يعرفوا يعني هما برضو ايه يعني زملكاويه الاسم انما طبعا هما لعبوا الماتش لعبوا الماتش يعني بشرف يعني طبعا صعب جدا علينا عشان بس ما حدش برضو ايه يفتكر بشكل ده الجون جاي بالعافيه يعني وكانوا بيحاربوا على ضدنا بشكل كبير جدا بس لما خلص الماتش خلاص هما عايزين يحسوا برضو ان هما لعبوا في النادي وخدوا خير النادي في اوقات كتير وخدوا بطولات مع النادي فعايزين يفرحوا معانا فوقفوا معانا وكل الناس وقفت مستنيه بس ان الحكم يصفر فيمكن لقطه ذكرى في التاريخ هتفضل موجوده ويمكن يعني احنا عاملين حلقه عليها اهو على اساس ان بنفكر الناس ان في جيل زي ما قال الكابتن وليد كان. صحيح. النقطه دي مهمه جدا خد بالك وانا بذكرها دلوقتي عشان اللي جاي خد بالك لسه لحد دلوقتي نادي الزمالك ما خسرش الدوري والجيل اللي موجود دلوقتي يقدر ينافس بس اهم حاجه يبقى انت عندك الدافع وعندك الحوافز والدوافع ان انت تقدر ترجع تاني لو عملت كده واشتغلت على كده هتقدر لان احنا في الوقت ده كبقولت لك وبعيدها تاني وبكررها ان الكابتن احمد رمزي طول الوقت كان بيهمس لنا في ودننا هناخد الدوري ده مش هنخسر هنكسب خليكم مركزين ان احنا هنكسب عشان كده خدنا الفتره الاخيره دي كل الماتشات كؤوس. صحيح. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وكافئنا في الاخر عشان احنا كنا تعبنا قوي 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 عشان نوصل لدي والحمد لله رب العالمين في الاخر التتويج ومجرد ان اعلن الحكم صفاره النهايه في ماتش انبي كانت فرحه بيننا وبين الجمهور. صحيح. غير طبيعيه يعني كابتن حسام هاخد من كلام كابتن طارق واسالك دايما اي حد من ابناء هذا الجيل بلاقيه بيذكر كابتن احمد رمزي دايما في كلامه مدى تاثير كابتن احمد رمزي في هذا الجيل الرائع في الحقيقه لا هو حقيقه يعني ما هو زي ما احنا اتكلمنا في الموضوع حزومه انه الراجل كان عنده دوافع كبيره جدا حبه لنادي الزمالك تاريخه في نادي الزمالك الفتره اللي لعبها في نادي الزمالك ومنتخب مصر بينقلها لك هو كمان بشكل ايجابي جدا وبحافز كبير جدا وانت بالتالي عندك برضو الدوافع ديت انت عايز تكمل باقي المسيره بتاعتك والبطولات اللي انت انجزتها في خلال السيزون واللي احنا كنا موجودين فيه انما انت كنت عندك دوافع كبيره جدا بالمكسب وزي ما طارق قال انت لازم يكون عند الفريق الموسم ده امل برضو ان هو يوصل لحد النهايه ايا كان اتحسمت او ما اتحسمتش فانت لازم تكمل حتى النهايه ودي مهمه قوي دي رساله احنا دايما بنقدمها للفريق
موضوع حته تكريم النجوم القديمه او اللعيبه اللي كانت بتلعب القدامى، فعلا انا بناشد بيها زي ما الكابتن وليد قال وكابتن طارق، انه انت لازم فين الناس ديت اللي انت تيجي تدور عليها عشان تيجي تبقى موجوده في الكيان دوت ويجي يشتغلوا عشان يطلعوا لك اسماء كبيره من الناشئين ويطلعوا ناشئين محترمين يقدروا يغذوا بيها الدرجه الاولى مع العناصر اللي بتيجي مع الخبرات اللي بتيجي من بره. يعني اسماء ورموز في الحقيقه واساطير احنا كلنا بنتشرف وبنعتز بيها. كابتن وليد عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه هامه جدا وهي الروح. يمكن يا كابتن وليد شايفين لغايه النهارده الروح اللي موجوده بين ابناء هذا الجيل، هم مش بس اساطير داخل الملعب ولكن اساطير بحبهم لبعض وباخلاقهم وتقديرهم لبعض داخل وخارج الملعب، واعتقد ده انعكس على الفرقه بشكل عام. ده في وقتها يعني قصدك؟ صحيح، في وقت الجيل بتاعك لغايه النهارده. يعني كابتن طارق هو بيتكلم على كابتن حسام، كابتن طارق هو بيتكلم على كابتن وليد. كان في حاله حب، كان في حاله حب وكان في حاله تنافس على اللي يلعب بشرف، لكن كله كان بيحب بعضه. ما فيش حاجه اسمها مثلا انا قاعد بقطع في طارق عشان العب مكانه او اتكلم عليه وحش. طبعا احنا لاعبي الكوره عارفين الكلام ده. لا، كان في حب وكان في مسانده من كل لعيب للتاني سواء بيلعب في مكانه او ما بيلعبش في مكانه. فلا، كان الحاله دي نفسي تبقى موجوده مع الوقت وتبقى موجوده بره الملعب كمان. فمن اسباب البطولات اللي احنا خدناها هقول لك الاستقرار الفني والاداري، تاني حاجه حب اللعيبه طبعا لبعض. في تنافس زي ما قلت لك، لكن كان في حب وكان في اللعيبه بتقف جنب بعض لدرجه ان لو كان في حد مزنوق بتاع كنا بنلم من بعض وبنساعد بعض. لا، انا شايف ده جيل محترم جدا وجيل يستحق الاحترام بصراحه. كابتن طارق، اهم ما يميز هذا الجيل زي ما كان كابتن وليد كده بيقول هو فعلا الروح وحاله الحب اللي كانت موجوده بينكم وبين بعض جوه اوضه اللبس. ده قلب بكوره. طول ما الجيل او طول ما المجموعه اللي موجوده عندها هدف واحد، طول ما البطوله هتتحقق. احنا كان في يعني تخيل مثلا على سبيل المثال مركز انا كباكلف، كان معايا طارق السعيد، ابو العيله، محمد عبد الواحد، خالد غندور، كابتن خالد غندور طبعا. كل الاسماء اللي كانت موجوده في الجيل ده بتلعب ناحيه الشمال، كان ممكن تلعب باك ليفت وهاف ليفت، ما كانش في فرق بيننا مين يلعب مين ما يلعبش، المهم ان في الاخر الزمالك يكسب. مركز الكابتن وليد صلاح كان حازم امام وجمال حمزه ووليد صلاح عبد اللطيف وعبد الحليم علي وفي الاخر بيلعب اثنين او ثلاثه من المجموعه دي. اللي بيلعب بيتمنى للي ما بيلعبش ان هو يرجع، واللي ما بيلعبش بيتمنى للي بيلعب ان هو يبقى كويس. طول ما الجيل متوحد على هدف واحد يا حازم، الامور هتبقى سهله جدا والامور هتبقى موجوده والبطوله هتيجي، لان الكره او اوضه اللبس. كابتن محمود سعد يا طارق برضو، كابتن محمود سعد عشان ما ننساهوش كان ليه دور كبير في كل الناس اللي اشتغلت معانا بما يرضي الله، عشان برضو مش يعني طبعا اسم زي الكابتن محمود سعد ده من الاسماء الكبيره قوي اللي فرقت معانا نفسيا. كابتن احمد رمزي من الاسماء اللي فرقت معانا نفسيا بشكل كبير جدا. كابتن اسماعيل يوسف من الاسماء اللي فرقت معانا بشكل كبير جدا، لانه اشتغلوا معانا فترات كتير واشتغلوا معانا اوقات كتير، وكانوا هم اللي بيعملوا عندنا الدافع والحوافز، وكانوا هم مثل اعلى لينا، واحنا اوريدي بنمشي على المثل ده وراهم وبنحاول نحافظ على اسم وتاريخ النادي اللي هو احنا شايلين شعاره على صدرنا او على كتفنا. فعشان كده موضوع عمر ما كان في مشكله بتحصل في اوضه اللبس، عمرها ما حصلت بينا وبين بعض، عمرنا ما سمعنا عن مشكله في الحقيقه داخل اوضه لبس الزمالك خلال تواجد هؤلاء اللاعبين من هذا الجيل الرائع. وحتى لو يا حازم حصلت مره مشكله، يعني كان في اللي هو ايه اللي هو انت اصلا ما حدش سمع عنها، يعني وجود السوشيال ميديا او عدم وجود السوشيال ميديا كان سبب يا كابتن؟ لا، ده كان في جرايد، لا كان في جرايد وكان في اعلام وكان في الجرايد الورقيه دي، كانت في جرايد كتير قوي بيتقال عليها، انا اسف اللفظ يعني طبعا مش مجالنا دلوقتي، كان بيتقال عليها الجرايد الصفراء، كان بتكتب كلام كتير جدا وكان بيتكتب علينا هو وليد اتخانق مع طارق وطارق اتخانق مع وليد وحسام مش عارف بيضرب مين، الكلام ده ما كانش بيبقى موجود زي السوشيال ميديا دلوقتي. بس احنا كان في فرق كبير جدا بيننا وبين بعضينا، ان احنا قد ايه احنا مترابطين مع بعض. يعني انا احكي لك على موقف بسيط وسريع جدا. نهائي بطوله افريقيا لانديه ابطال الدوري 2002، بنلعب الرجاء المغربي في المغرب، قاعد على الدكه حازم امام لوليد صلاح،
قاعد على الدكه عبد الحليم علي. وفي الماتش بتاع الاسماعيلي يا كابتن اللي هو كان تقريبا بيحسم لقب الدوري كان قاعد حازم امام وكان قاعد عبد المنصف وكان قاعد اسامي كبيره برضه كابتن وليد. بالفعل ماشي حضرتك كنت قاعد برضه. هو ده بقى القصه، لان ايه؟ ان في الاخر وليد بيبقى ماسك الراديو مع ابو منصف وعايز يعرف النتيجه ايه دلوقتي، اللي صحيح. هو انا هاخد بطوله، اللي هو انا عايز البطوله، اللي هو انا مش فارق بالنسبه لي حازم بيلعب، طارق قاعد، طارق ما بيلعبش، مش فارق بالنسبه لنا ايه، المهم ان نادي الزمالك في الاخر يتوج بالبطوله، وده كان هو السبب الرئيسي والاساسي مع طبعا الاستقرار الاداري اللي كان بيقوله الكابتن وليد. نعم. في الفوز بالبطولات. كابتن حسام هتحكي لنا موقف مفيش اي حد يعرفه عن كابتن وليد صلاح غيرك، ولكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع اساطيرنا ونجومنا الزملكاويه الجميله، ولكن بعد هذا الفاصل. حسام انا هسيب لك المايك واللي يجي في ذمتك قوله. بص هو المواقف كتير اكيد يعني، بس لا عايزين كابتن وليد. وليد يعني بص هو انت عارف احنا في افريقيا كان دايما حته ان احنا التغذيه بره ما بتبقاش زي دلوقتي يعني، انما فكنا بناخد معانا اكل معانا حاجتنا وحاجه زي كده يعني. فطبعا انا وطارق الساد ده مين كان الكشك يا كابتن؟ انا وطارق الساد دي الاوضه بتاعتنا سوبر ماركت. يعني انما وليد وتامر عبد الحميد دونجا يعني لا، السوبر ماركت كان عبد الحليم. تامر عنده يعني هنا الفاكهه كانت ياكلوا بره ويجوا في يجوا يحلوا عند حضرتك نيجي نحلي ونتسلى باللب وحاجه يعني. اجواء بصراحه كانت جميله جدا، وزي ما طارق قال ووليد ان احنا كنا بنحب بعض وقد ايه احنا قلبنا قلب على بعضنا كلنا، مين فينا يلعب مين وكلنا. بس عشان الاباني كان بيخبي مننا اللب، كوبايه الشاي وكوبايه الشاي بيخبي مننا. ايه الحوار ده يا كابتن؟ لا لا ما هو لا بصراحه لا، وائل فعلا كيف شاي قوي يعني، وتامر كان كيف برضو الفاكهه واللب والحاجات دي، انت والاثنين يعني. فاحنا كنا لازم الحاجات دي معانا يعني. كابتن وليد حضرتك تتذكر اهم مباراه لعبتها وانت صايم؟ وانا صايم ده زمان بقى، لكن في من 2000 ما كانش في ماتشات في رمضان واحنا صايمين. لا احنا لعبنا كابتن المايك. لا 99 كانون يا ويندي في يا ويندي لسه ما تقيتش افريقيا معاكم. نهائي بطوله افريقيا الانديه ابطال الكؤوس كان اوتوفيستر والكابتن حلمي طولون، كان الجيل ابتدى يتبني، بس كانت مجموعه الكابتن وليد وتامر عبد الحميد والكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن ما تأيدوش معانا في البطوله دي، فكنا احنا بنروح نلعب بجيل بمجموعه لعيبه والمجموعه الثانيه بتستنانا في القاهره، فكان نهائي بطوله افريقيا الانديه ابطال الكؤوس في كانون يا ويندي الساعه 2 الظهر في الكاميرون. حد طلب منكم تفطروا يا كابتن؟ كابتن حلمي طولان. احنا فتحناها على فكره والله قلتها بس هو بس هي رخصه يعني، بس هو جاب لنا رخصه فعلا وجاب لنا شيخ. المشكله مش في كده بقى، المشكله هقول لك على موقف كوميدي غير طبيعي. احنا كنا كسبانين هنا 4-1 والماتش هناك كان 1-0 احمد صالح وكره في ال 18، فاحمد صالح بيشيل بوش رجله بيشيل من جوه ال 18 تخبط في وش حسام عبد المنعم وتيجي جون فينا بقت 2-0. الكوميديا بقى مش في كده، احمد صالح جاي بيسالني بيقول لي يا طارق هو كده احنا خسرنا ولا لسه ولا النتيجه ايه ولا احنا مش عارف ولا كده، مش هو مش عارف، هو خايف يا عيني لاحسن يكون كده خسرنا الماتش خلاص ولازم نجيب جون، هو كان فاضل جون لسه علينا لو خسرنا البطوله يعني. فهو جه عيط احنا كده خسرنا، قلنا له يا ابني احنا اجمالي المباريتين احنا كنا كسبنا هنا 4-1 وانا جبت جون التعادل وبعدين بسيوني والدوماني وطريق السعيد فكسبنا 4، فهو يا عيني ما حسبش الحسبه بتاعه المباريتين اجمالي المباريتين، فقعد يعيط احنا خسرنا وانا جبت جون في نفسي وخبطت، قلت له يا ابني احنا خلاص انا وطارق يا ابني خلاص احنا كسبنا والله. لا هو اصلا احمد دماغه في موال تاني احمد يعني، كان هو بيلعب بس على طول هزار وعلى طول ضحك، فمستغرب يعني النتيجه ايه ده كده خلاص خسرنا بطوله وكده معقوله خلاص، احمد العب لسه فاضل جون يا احمد ركز. كابتن وليد مين كان الفاكهه بتاعت الجيل او مين اللي كان بيفك الدنيا كده لما تبقوا داخلين على ماتش والدنيا متنشنه؟
هو ما فيش الا خالد غندور. صار ده الثانيه مين؟ مين؟ محمد صبري. ومحمد صبري يا خلاص. لا ده قصه وروايه وحكايه. كان معايا في السعوديه يا كابتن صبري. صبري والغندور الاثنين مع بعض. لا اتفرج لا على الكوميديا. كارثه الاثنين. الاثنين بيمسكوا بعض. مش عايز اقول لك يعني مثلا في جامعه الدول مثلا الناس كنت تتفرج مثلا فظاع الاثنين. يا كابتن انا كابتن محمد صبري انا اتشرفت ان انا كنت موجود انا وهو في سفريه كده لنادي الزمالك في السعوديه. فبقول له يا كابتن انت مظلوم قوي يا كابتن في التمثيل، لازم محتاج حد يكتشفك يمثل يعني والله يعمل افيهات وفظيع. خلي بالك صبري لا بس ما بيسيبش حد في حاله يا كابتن طارق. الاثنين الاثنين الغندور وصبري الاثنين مع بعض اتفرج اتفرج على الاحسن. تحطهم يا كابتن وتسيب كاميرا تسجل وما تعملش اي حاجه تاني. لا انت بتقع على الارض من الضحك. ما هم عارفين. انا هحكي لك قصه بتقع هحكي لك قصه حلوه قوي. كنا في بطوله افريقيا برضو. البطوله دي ليها ذكريات غريبه جدا معانا. الانديه ابطال الكؤوس ورايحين كانون يا ويندي رايحين ديامبور السنغالي في السنغال. الفرقه دي الاخ ده عمل مصيبه هنا في القاهره كابتن حسام. عمل مصيبه بجد. اتخانق مع العيال لعيبه الفرقه الثانيه والعيال الثانيه بقى دي ايه كنا كسبانين. احنا مستنيين في عوده هناك يعني المفروض هنروح لهم. كان معاهم هنا في القاهره. الاول الماتش الاولاني هنا والماتش الثاني هناك في السنغال. فالفرقه دي خدتنا ببلد على بعد 7 ساعات من دكار العاصمه للبلد اللي اسمها ديامبور بسبب الخناقه. بسبب الخناقه بتاعت حسام عبد المنعم عشان يبعدوا يعني مستحلفين ان هم هناك هيموتونا مش هيطلعونا من الملعب. والله المشكله بقى في نقطتين مهمين جدا وحالتين مهمين جدا في السفريه دي. اولا السبع ساعات في باص صغير جدا اللي هو 35 واحد وما جابولناش باص كبير. قعدنا اكتر من 7 ساعات صبري والغندور على محمد السيد ميشي المدلك. اقسم بالله متخيل والله حسينا ان السفريه ساعه طبعاً. كلها كوميديا وضحك عشان محمد السيد شويه كان نظره ضعيف. تقطيع في العين بقى وجابوا الاغاني كلها بتاعت عمرو دياب وبتاع كل المطربين اللي هم بتغني للعين. واحنا مش عايز اقول لك احنا قعدنا من احنا واعين في الدواسات تحت. كلنا واعين ميتين من الضحك. النقطه الثانيه بقى المهمه جدا وقت الماتش. ايوه وقت الماتش الفرقه دي واحنا نازلين احنا وقفنا الاول وهم جايين من ورانا ونازلين. فهم مستحلفين هم بيدوروا على الاخ الاخ مستخبي في الاوضه جوه. مستخبي في الاوضه جوه ويا عيني خالد غندور هو اللي واقف اول واحد. خالد غندور خد فتحت شفته هو قدماني وغير بقى السوري يعني الضرب والشلاليت وحاجات بقى حاجات اقسم بالله تشوفها. ما كناش عايزين نلعب وكان معانا الباشمهندس هاني ساعتها كان رئيس بعثة والامور باظت والموضوع بقى الملعب اتقلب لخناقه وانت مش ومفيش ولا ماتش مذاع ولا راديو ولا اي حاجه واخديننا في الصحراء. استفردوا بيكم. خدنا علقه. اقسم بالله انا ما ناسي اليوم ده ابدا. اتضربنا ضرب غير طبيعي غير طبيعي. كابتن طارق ما تيجي نسمع من صاحب الخناقه. هو عايز اقول لك والله هي فعلا كانت ممكن يكون ناسي اصلا. لا هي كمان في حاجه انا فاكر ان اتخانقوا معانا وانا مسكت سلاح من عندهم وحاجه. ده في كوت ديفوار يا بيه. انت مش بقول لك انت ناسي. دي موقف تاني بينسى والله. طب انت كابتن طارق مين الثنائيات يعني مثلا كان كابتن وليد وانت مثلا كابتن حسام ومين يعني كان دايما كل فرقه بيبقى فيه ثنائيات كده قريبه. الاوضه بتاعت انا وحسام على طول انا وطارق. الاوضه قصدك انا وطارق حسام كان معايا طول الوقت في الاوضه. انا وتامر ابو حميد دول جايين من المنصوره على طول. جايين من المنصوره على الغرفه قاعدين مع بعض على طول. احمد صالح والاباني وبشير ومين كابتن صبري كان بيقعد دول مين؟ دول رقم 10. احمد صالح طويل واحمد صالح قصير وعمر رقم 10. رقم 10 كابتن صبري كان بيقعد مع مين؟ صبري كان احمد عبد الله باين. لا ولا عبد الله حازم. عبد الله كان مع الكابتن حازم على كان عبد الله وحازم. طب وعندليب صبري مع الشيشيني مثلا. صبري عبد الحليم كان على يعني شويه معايا وشويه معايا فؤاد برضه ودخل معايا فؤاد برضه عارف احنا ما كناش في ثوابت بس ثوابت كتير يعني فترات كبيره. كنت انا وحسام كان كله بيتاقلم مع كله. احنا كنا جيل. بص ما كانش فارقه مين بيقعد مع مين على فكره. الله ينور عليك. حتى في الملعب حتى احنا المدافعين زي ما وليد قال وطارق المدافعين بيشتغلوا. تبص تلاقي المدافعين مقاتلين وكله خايف على زميله ومين اللي يلعب مين ما يلعبش. يعني المهم ان انت بتعمل انجاز وبتعمل بطوله وبتتمرن كويس وعلى قبه الاستعداد. منين ما المدرب او زميلك المنافس اللي معاك منافسه شريفه في نفس المركز
بيخفق او لا قدر الله مثلا بيتصاب او بيتوقف، فانت على طول بتبقى موجود وتبقى جاهز. فدي صحيح. دي الفكره اللي كنا بنتمرن كويس قوي الحمد لله. كابتن وليد، طبعا حضرتك واحد من اساطير نادي الزمالك ونجومنا اللي بنفتخر بيهم، وكان ليك سفريات كتير مع نادي الزمالك، فعايز اعرف منك بقى في سفرياتك مع نادي الزمالك في اثناء رمضان بتحس ايه الفرق، او حتى كمان بره الكوره ايه الفرق ما بين يعني الصيام، او ايه فرق بين رمضان في مصر او في اي دوله اخرى؟ لا يعني احنا سافرنا كتير، كان المغرب ماتش الرجاء النهائي، لسه هقول لك صح؟ ماتش النهائي الرجاء ده هناك كان في رمضان، وكان صيام طبعا الصبح، كان كله قاعد في الاوضه ما حدش بيتحرك، ننزل على الفطار وبعد الفطار نروح التمرين، يعني الموضوع عادي مش عادي. لكن الماتش ده كان طبعا ماتش نهائي افريقيا هناك، مش عايز اقول لك ان طارق سيد جنبي بندهله مش سامعني اصلا، هو جنبي. لا ده انا الاستاد مليان صحيح، ورشين الملعب ميه كمان غير المطر. كابتن طارق طالما ضحك الضحكه دي هو عنده كتير والله، ذاكرته. ده انا احكي لك على قصه حلوه بمناسبه رمضان والرجاء. هناك في المغرب بيعملوا حاجه غريبه جدا، فطارهم غير فطارنا، بيفطروا على حاجات حلوه الفطار بتاعهم، والغدا بقى والفطار الاساسي حاجات حلوه. قصدك يا كابتن يعني سكريات حلويات؟ ده الفطار بتاعهم. نعم. والاكل بتاعنا احنا اللي احنا بناكله اللي هو الفراخ واللحمه والحاجات دي كلها، طبعا احنا كنا بناكل اكل اللي هو مكرونات مع فراخ مع مش عارف ايه، الحاجات اللي هي المشويات كلها بتبقى بعد الساعه 11 او بعد الساعه 12. فاول يوم رحنا فيه المغرب، اول يوم ننزل نفطر فيه حطوا لنا الحاجات دي، فطبعا الجهاز الطبي مش فاهمين بقى انتوا في ايه اللي بيحصل. فاحنا مش فاحنا ايه ده، احنا هناكل ده مش هينفع، احنا عايزين ناكل، عايزين مام مش نحلي. وحصلت مشكله اليوم ده بسبب الفطار، وحاولوا الناس بصراحه يحلوها، بتوع المغرب بصراحه عملوا حاجات كتير جدا عشان يحلوا الموضوع ده، ولحقوا يعملوا لنا فطار، بس كان بعديها بساعه اتاخرنا شويه، واخرنا كمان ميعاد التمرين. ودي من المواقف اللي هي الفرق ما بين الفطار هنا والفطار في اي بلد تاني عربيه، خاصه البلاد اللي هي مغرب وتونس والجزائر، بيبقى ليهم ستايل شويه في الاكل بتاعهم غيرنا احنا خالص، ان هم بيفطروا على حاجات غير اللي احنا بنفطر عليها. فدي كانت من المواقف اللي هي بقى ايه. ووليد بقى يكمل حته الملعب، لان حته الملعب دي كانت مهمه جدا طبعا. لا موضوع الملعب اللي هو لا كان ماتش رهيب جدا، كان الاستاد مليان ومطر والحاله نفسها شمال افريقيا كمان لا تخوف كده. غير بقى يعني انا عايز اقول لك حاجه، الجيل اللي احنا لعبناه النهائي ده عايزه يلعب اي فرقه موجوده دلوقتي هيعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه احصاء؟ لا في فرق مستوى كبير جدا جدا. احنا كنا يعني شمال افريقيا في الوقت ده ما كانش فيه الاحتراف الكتير مش زي دلوقتي، فاللعيبه موجوده اوريدي في الانديه بتاعتها فاهمني، فكان لعيبه اسماء كبيره جدا وكانوا في منتخب المغرب. هشام بشروان هشام هو اللي كان. عايز اكمل باقي الجزئيه بتاعت وليد عشان هو ممكن يكونش واخد باله، انا اللي واخد بالي منها كويس قوي يا طارق. كابرال جابني قبل الماتش بيوم وقال لي حازم هيقعد، انت شايف الملعب والمطره والجو والملعب فمش هيبقى فيه كوره على الارض، يعني الكوره على الارض ما هتبقى صعب. انت بتتكلم من وجهه نظره الفنيه. فجابني قبلها بيوم ومع كابتن حلمي كان موجود، كابتن محمود سعد. محمود بالظبط. وجاي قال لي احنا هنلعب وهتلعب جنب تامر قدام بشير ومدحت وكان وائل، وانت هتلعب في اي حته بقى، يعني انت الكرات الثابته بتاعتك. فاتعدلنا في المباراه ذهاب، ولما جينا في العوده قعد معايا تاني قال لي انا خلاص، انا يعني انا خدت اللي انا محتاجه المباراه الاولانيه، فانا محتاج بقى في استاد القاهره الاعب حازم بقى، يعني حازم بقى الملعب كويس وهيقدر بقى. فربنا كرمنا وجبنا جون بتاع تامر عبد الحميد تصويبه، فده التكنيك اللي كان بيتعمل، واحنا كنا عندنا اريحيه وبنبقى فرحانين حتى وانت قاعد، وتبقى مبسوط لما يجي يقعدك، او في حته التقدير كانت مهمه زي ما وليد بيتكلم فيها. يعني هعرف منك بذكر بقى الخناقات اللي كنت بتعملها في السنغال، وهعرف منك كواليس تانية، ولو هتتخانق بقى كنت هتاخد معاك مين من اللعيبه. ولكن استاذنكم يا كابتن نطلع الفصل ونرجع نكمل حديثنا الممتع مع نجوم نادي الزمالك ونجوم الجيل الذهبي، ولكن بعد هذا الفصل فنتابع. طيب
اوقات الترحيب بحضراتكم من جديد مع نجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورنا كابتن حسام. يمكن كنا بنتكلم على حته الخناقات، اي حاجه على طول اي خناقه ينادوا الكابتن حسام. لا هو مش كده والله، هو الواحد بس يعني العصبيه في الملعب ان هو مش عايز يخسر، الاجواء اللي بتحصل في الملعب، النقاش اللي بيحصل او المشادات اللي بتحصل ما بيننا وما بين المنافسين، حصل في افريقيا برضو يعني زي الموقف الاولاني اللي حكاه طارق. انا حاسس كابتن طارق هو صندوق ذكريات هو الفرق. بالظبط، ما هو يعني احنا اوضه واحده وكان جيلنا وجيل واحد كلنا، ممكن وليد ينسى شويه انما طارق هو اللي عنده الصندوق الاسود. مسك حسام، كنا في غانا ماتش اسك، مسك السلاح من الجيش، من واحد من الجيش حسام. الله اكبر. لان هي كان في حرب اهليه فعلا في كوت ديفوار. كوت ديفوار وكان في حرب اهليه وكان لازم المباراه تتلعب، هتتلعب يعني. يعني كابتن حسام مسك السلاح من ضابط الجيش في كوت ديفوار. شدوا منه. لانه جالك قلب تعمل كده ازاي؟ هو التامين نفسه كان من خلال الجيش، لان طبعا في حرب اهليه في البلد نفسها، فالتامين من خلال الجيش. فحصلت مشاده في الملعب، فلقيت الضابط او العسكري ماسك السلاح وبيقرب مني، فبشد منه السلاح. فدكتور محمود سعد بقى راح ماسكني ووليد وطارق، يعني لا هنموت يعني، انت كده بتعمل لنا كارثه يعني، انت كده في كارثه هتحصل في الاستاد، وحرب اهليه كمان، والدنيا مقلوبه يعني، محدش هيجيبنا يعني. فدي كانت من الحاجات اللي حصلت معايا برضو. كابتن وليد، مين كان بادي جارد الشله كده زي ما بيقولوا، او مين بادي جارد الفرقه؟ كان بشير. بشير بشير، وبعد كده جدع جدع. الضحكه دي مش لله. لا بشير كان بشير هو اللي بيخش في صدره على طول، وبعد كده في الاخر بقى كان عمرو زكي. احنا رحنا كنا في تقريبا في المغرب، ما اعرفش يا طارق، اتضربنا جامد قوي هناك. كانت بطوله عربيه؟ لا كان في لبنان. لبنان لما دخلوا علينا الاوضه ودمروا، لا اتضربنا، حتى الناس سابونا ومشيوا، التامين اصلا مشيوا، واحنا في الاوضه كسبنا بلانتيات. طب يا كابتن، انا عايز اعرف في اي مشكله بيتحط فيها كان مين اول واحد بيجي في بالك او بتدور عليه اللي هو الحقني؟ كابتن طارق؟ لا هو احنا كلنا كنا قلبنا قلب قوي يعني، الحمد لله يعني. انما كلنا كان يعني خالص يا كابتن، يعني جيش وسلاح يعني، كان مدحت موجود، حاجات سهله كلها ولا ماتشين وخلاص عادي يعني. لا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني رجاله كتير يعني، مدحت وبشير وعبد الواحد وعبد المنصف ووليد عبد زكي. لا كان عمرو ما كانش معانا يعني، ما حضرتش عمرو زكي في الزمالك. كابتن وليد، عايز اعرف من حضرتك بقى يعني عاداتك الرمضانيه كده، ويومك في رمضان بيبقى عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ الصبح انت خالص يا دوبك على الصلاه، واقعد على طول على السرير يعني، والفطار بقى مفيش خالص، ما بتحركش طبعا، اقعد على السرير طبعا. انا القهوه عندي صعبه، ف الفطار بنفطر، وبعد كده برضو صلاة يعني، الامور اللي هي العاديه التقليديه ما فيهاش. طب قبل الاستوديوهات، قبل الماتشات مثلا، قبل البرامج بيبقى ليك طقوس معينه في ملهاش؟ لا العادي خالص يعني، ما فيش حاجه اللي هو ممكن زمان بقى كان الكوره، الماتشات، الدورات، الكلام ده كله، لكن دلوقتي يا دوبك بقى المشاوير او لو قبل الفطار، لكن بعد الفطار بقى لو في تصوير، لو في استوديو، الامور يعني طبيعيه خالص، ما فيهاش حاجه جديده يعني. كابتن، خلفه البنات اصعب ولا خلفه الاولاد؟ انا شايف ان البنات صعبه شويه في التربيه، بس حنينين يعني، البنات حاجه تانية يعني بصراحه. طيب نروح لنجومنا ونعرف منهم برضو عاداتهم، ونعرف او نتعرف اكتر على عيلتهم واجواء رمضان معاهم عامله ازاي، ونروح لكابتن حسام. اتفضل يا كابتن. بص انا عندي الحمد لله فضل ربنا عندي 5 اولاد. الله أكبر. عندي بسملة موظفة دلوقتي ليسانس أداب قسم إنجليش، وأحمد إعلام، وليالي ثانوية عامة، وآخر العنقود بقى التوأم بقى أدهم وآدم، دول الله إن شاء الله حسام إبراهيم. كابتن وليد، لما بتتجمعوا مع بعض بقى أنتوا كنجوم للجيل الذهبي، الأولاد بيكونوا موجودين معاكم، هم أصحاب برضو زي ما أنتم مع بعض على تواصل؟ لا يعني ممكن يبقى فيه يعني اتنين، او يعني مش كله، مش دايما يعني، هو على حسب المنطقه وهساكن فين والكلام ده كله، على حسب الصداقه برضو. ممكن ابقى صاحب طارق مثلا، لكن العيله مش صحاب يعني،
ممكن في ناس كده، لكن انا بالنسبه لي بصفه شخصيه مع انا منفصل اصلا، فما عنديش الحته اللي هي العائليه دي اللي مثلا صحابي والكلام ده كله، لكن ممكن يبقى فيه يعني، ممكن يبقى حسام وطارق مثلا. هو لو ما كانش حتى الولاد بيشوفوا بعض او المدامات او حاجه، بيبقى لو طارق معاه ابنه حمزه مثلا اكيد انا بشوفه، هيبقى معايا ابني ادهم ادم فبنقابل بعضينا، بتبقى الحاجات دي. انما زي ما كلموا الكباتن يعني حته الاسريه مش قريبه قوي يعني، انما ولاد الناس زمايلي اكيد بشوفهم لما يبقى طارق مع حمزه ومعاه شيفو ابنه شريف يعني، وليد نفس الكلام لما بيشوف ابني لما بيشوف بنتي بنسلم عليهم المدام بنشوفها، انما حته الاسريه دي مش قريبه قوي يعني. انما الجيل بتاعنا ده يعني لا ينسى الحقيقه يعني، حتى الذكريات اللي احنا بنتكلم فيها دي خلتنا رجعنا ذكريات قديمه حقيقه وجميله بصراحه. كابتن وليد اسالك سؤال سهل قوي من المنهج، اجمل ذكرياتك مع الزمالك؟ اجمل ذكرياتي هي اقول حاجه، هي انتقال لنادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اتنين حلوة دي. رقم اتنين بطولة افريقيا دي اللي هي عزيزة شوية على قلبي يعني علينا كلنا والله. انا عملتها بشكل كويس قوي وكلنا كنا جيل يعني مستعد اللي هو يعمل اي حاجة لخدمة نادي الزمالك، فخدنا البطولة دي. البطولة دي من الحاجات البطولات اللي هي الغالية عليا قوي بصراحة يعني. صحيح كابتن حسام. والله بص يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن كانت اول سنه ليا في نادي الزمالك موسم 98، كانت اول بطوله ليا مع نادي الزمالك كاس مصر، ودي كانت ده اول بطوله يعني اخدها مع نادي الزمالك 98. ثم بعد كده توالت البطولات، فزي ما طارق قال البطولات كتير والانجازات كتير يعني، انا واخد 12 بطوله مع نادي الزمالك في 5 سنين، فيعني ده حاجه كبيره بالنسبه لي، فكل بطوله كنا احنا بناخدها او بنشارك فيها كانت بالنسبه لي حاجه كبيره بالنسبه لنادي الزمالك يعني. كابتن وليد موجودين دلوقتي في المكان هو الاغلى صحيح والاجمل بالنسبه لينا كلنا كزملكاويه، عايز اعرف من حضرتك اول يوم دخلت فيه من باب البوابه اللي هناك دي. ما دخلتش من البوابه دي، دخلت من انهي بوابه؟ البوابه الثانيه. البوابه هنا فلا اللي عند الملعب حاجه. طبعا يعني انا قبل ما ادخل النادي دخلت معسكر يعني، انا ما دخلتش النادي الاول هنا. كنت في منتخب مع كابتن جارة الله يرحمه في بورسعيد رحمه الله عليه، كنا بنلعب ماتش ودي في بورسعيد، وجيت انا وكنا انضميت للزمالك، جيت انا وكابتن حسام على معسكر على طول يعني، ما دخلتش هنا النادي اول مره يعني. لكن الفكره نفسها اللي هي طبعا يعني حاجه تشرفني ان انا راجل زملكاوي، وحاجه ان داخل نادي الزمالك وانا جاي من المنصوره يعني بوجع عام، لا حاجه ليها برضو رهبه، وليها انت داخل نادي اسمه كبير جدا وفي نجوم كتير جدا وعايز تثبت نفسك، فبالتالي انت مقدر اسم النادي ده. بس في الحمد لله في المقابل يعني عملت انجازات كويسه الحمد لله على المستوى البطولات وعلى المستوى الشخصي الحمد لله، حاجه اضافه ليا اللي هي احسن لعيب في افريقيا في البطوله، فده هي حاجه الاغلى في تاريخك يا كابتن. دي الاغلى بس ما حدش بيقولها، خلي بالك يعني بيقولها ما بتتقالش. لا ما انا عارف، لا انا بتكلم بوجع عام، لكن هي الفكره كلها ان نادي الزمالك يشرف اي حد. صحيح. يعني شرف كبير. كابتن حسام. يعني هو انا دخلت على معسكر 98، معسكر في المركز الاولمبي، وكنت اول مره اول انضمام ليك كان في المركز الاولمبي. كان في معسكر وكان المفروض هيسافروا على هولندا، مستر كرول كان موجود في هولندا مستني البعثه تيجي يعني. نعم. وخلصت وجاي من شرير دخان وخلصت ودخلت المعسكر يومين ثلاثه ورحنا طالعين، فاول دخولي بقى ان انا اخش من بوابه نادي الزمالك، ما هو ده صرح كبير واسم كبير، اي حد يحلم ان هو يبقى موجود في المكان ده. ربنا كرمنا الحمد لله اخر كرم في هذا المكان مع الجيل العظيم اللي موجود، كملنا بيه زي ما قلت لك الاجيال اللي قبلينا،
وحققنا فيها بطولات، ف ده شيء عظيم بالنسبه لي وحاجه كبيره بالنسبه لي تاريخ نادي الزمالك ده الحمد لله. في الحقيقه انا استمتعت معاكم، واصعب حاجه ان الواحد ينهي ويختم حلقه فيها هذا الزخم من النجوم والاساطير اللي شرفونا ونورونا، ودايما بنستمتع بيكم. بشكرك كابتن حبيبي حبيبي صلاح. حبيبي طبعا كابتن طارق السيد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حبيبي حزوم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا، ومستني منكم ان شاء الله الكثير والمزيد في اعمال اخرى بقى، سواء في الاداره او في التدريب، ودايما تفضل المسيره مستمره ومكمله ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه، استنونا ان شاء الله حلقه جديده من برنامج